بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بنرحب فيكم في فيديو جديد من مسار برمجة الشبكات باستخدام لغة البايثون. هنكمل إن شاء الله اليوم في سيرفر سوكيت سيرفر كلاينت. المرة اللي فاتت عملنا سيرفر كان يعمل بايند وليسن، وأي كونكشن بيجي منه بيستقبل منه رسالة وبيطبعها. فالكلاينت كان عبارة عن إنه بتصل فقط وبعت رسالة مثلا هلو. لو أنا شغلت مثلا السيرفر، هل هو عمل ليسنينج؟ فالكلاينت أنا لو شغلت هيبعت اللي هو داتا سنت او للسيرفر، وهيطبع اللي هو في السيرفر الرسالة اللي انا بعتها. يفترض اللي هو السيرفر يكون شغال والكلاينت يوضع شغالات، فممكن انا اعمل زي سيمبل شات بين سيرفر وكلاينت زي المثال هذا. في عندنا هنا مثلا سيرفر، وفي عندي مثلا كلاينت بتصل فيه. انا في السيرفر، انا في طبعا في السيرفر بطبع اللي هو الكلاينت اتصل. لو انا مثلا في الكلاينت بعت له هاي، هيطلع الرساله، هيبعت اللي هو يستنى رساله انه انا ابعتها للي هو الكلاينت. اقول له مثلا هالو، نفس الاشي هيستقبل الرساله ويبعت رساله ثانيه. هاي مثلا مي تو. في الكلاينت انا لو بعت له مثلا رساله زي باي، المفروض اللي هو ينهي الشات للسيرفر والكلاينت. كيف انا بدي اعمل حاجه زي هيك؟ في البداية أنا زي ما قلت أنا بدي أخلي اللي هو السيرفر والكلاينت دايما شغالات. في البداية هعمل في السيرفر، أنا هنا هعمل وايل ترو. طالما وايل ترو المفروض أنا بدي أستقبل اللي هو مسج وأطبعه مثلا. عشان انا اللي هو يستقبل يرسل، ففعليا انا عملت هنا ريسيف، المفروض اعمل سند. هناك اعمل سند بعدين ايش اعمل ريسيف. المفروض انا عملت مثلا ريسيف وبعدين عملت بدي اعمل ايش سند. ممكن انا اقول له مسج بدل اللي هو تو كلاينت، خليه ياخذ انبوت من المستخدم، اقول له انتر تو كلاينت، بعدين اللي هو الكونكشن عندي دوت سند المسج. طبعا بدي اعملها انكود وديكود بالفورمات اللي انا عامله. اطبع مثلا سند او داتا اس سند. في الكلاينت انا ايش هعمل؟ في الكلاينت نفس اللي ايش هعمله هو وايل ترو. انا عملت اللي هو سند، المفروض انا اعمل ريسيف. طبعا هكون اي سند، بعدين هقول له مثلا مسج فروم سيرفر كلاينت كونكشن دوت ريسيف مثلا 20. بعدين هعمل ريسيف من سيرفر، هطبع اللي هي الرسالة بتاعته مش تو سيرفر، فروم سيرفر دوت طبعا دي كود الفورمات يتعرف تمني اللي هون عندي. انا هنا عملت سند، بعدين انا عملت ايش ريسيف. طبعا انا مدي المسج اخليها ياخدها كانبوت من المستخدم. بعدين اللي هو بعدين بعد سنت ممكن انا اطبع له برنت اللي هي هذه. خلينا نبعتها، هنجرب نشغل هيك نشوف ايش في عندنا اخطاء. سيرفر طبعا listening client اتصل، هي اتصل بده يبعت رسالة للسيرفر. هاي هاي مسج بعت مثلا انا في الكلاينت دي استقبلها. في الكلاينت بدي ابعت رسالة للكلاينت هلو. طبعا بعتها، بس انا في عندي انا نقطة ان انا بدي اخد انبوت من المستخدم. انا في الكلاينت هنا انا بعتت انبوت للمستخدم، بعد ما يخلص تخليك اول مرة يبعتها. هاي اللي هو مسج هاي، يعني خلينا نجرب نشغل السيرفر كم مرة والكلاينت كم مرة. هاي الكلاينت هاي في السيرفر هلو.
نايس مثلا تو ميت يو. تمام، يعني في عندنا في اللي هو واحد بيبعت واحد بيستقبل، سواء انا او هنا انا بعمل اللي هو ريسيف وبعدين ببعت سند المسج من عندي تصل عند هنا، انا بعتت بعدين انا عملت ايش ريسيف، عشان اللي هو انا اخلي لما يستقبل كلمة هلو يفصل الكونكشن. فعليا انا ممكن مثلا في السيرفر في السيرفر مثلا انا هنا في السيرفر مسج تو كلاينت مسج فروم كلاينت، انا بدي اخليه اول شيء يستقبل قبل ما يطلع رسالة. ممكن انا اعمل تشيك معين هنا اف مسج فروم كلاينت نوت قبل ما اعمل ال بريك، بعدين بعمل الكونديشن تاعي، بعمل الكونديشن اللي هو اف اللي هو مسج فروم كلاينت دوت ديكود الفورمات تاعي تساوي تساوي مثلا باي في الحالة تاعتنا، نعمل كونكشن كلوز. وكيف اخليه يطلع من ترو؟ اعمل بريك طبعا. كيف بدي اخليه يطلع من ترو؟ انا هنا اعمل وايل ترو، نخليه اخلي ال اعمل مثلا تشيك معين تشيك تساوي اقول له وايل تشيك هذي، انا بعمل كونكشن كلوز بعمل التشيك هذي ايش معناها تصير فولس، انا هيك حطلع من الوايل ترو. نفس الشيء في الكلاينت، نفس الشيء في الكلاينت انا ببعت سند طبعا، بس قبل ما ابعت سند ممكن انا اعمل تشيك هنا معين، طبعا هي تشيك اول شيء هاي مثلا تشيك ترو خليه وايل ترو وايل تشيك اقصد، ده اتاكد اف اللي هو المسج هذي تو سيرفر تساوي باي ايش اخلي كلوز طبعا، وبعدين التشيك تساوي فولس بريك. فاللي انا في الكلاينت بس بفحص الرساله اللي انا بعتها اذا باي يعمل تشيك فولس عشان يطلع من الوايل ويعمل كلوز كونكشن في السيرفر، اذا استقبلت باي عمل له كلوز وتشيك مالها فولس. خلينا نجرب نعمل ستوب ران هاي الكلاينت شغله، طبعا هيو في السيرفر اتصل نقول له هاي بعت هلو اي شيء، طبعا اي طالما ببعت اي شيء ما في اي مشكله عندي. لو انا بعت له باي المفروض وقف بروسس فينيش، وهنا بروسس فينيش وقف. فهذه ممكن تكون كمقدمه على سيمبل شات بين سيرفر كلاينت، واحد ببعت واحد بيستقبل. طبعا في كتير محددات هنا لسه انا ما عملتهاش، اللي هو من انه يستقبل اكثر من سوكت او من كلاينت نفس الوقت، انه يكون كلاينت لكلاينت. بس انا المثال هذا سيمبل شات بين كلاينت وسيرفر، وإذا استقبل كلمة باي اللي هو الكلاينت بعت باي اللي هو السيرفر هيفصل، اللي بعت يفصل الكونكشن. بتمنى يكون واضح ويعطيكم العافية.